بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قصة جديدة من منصة البث المباشر. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن مراجعة عامة عن المنهج بالكامل. طبعا مراجعتنا بتكون في شكل أسئلة عامة عن المنهج. أول سؤال معانا طبعا يبقى في الامتحان هو سؤال الخريطة. عادة سؤال الخريطة بيكون هو البداية في أي، طبعا عندنا في المنهج خرائط متعددة ومن أهمها خريطة العالم. لك أمامك خريطة صماء للعالم، اكتب مدلول الأرقام التي عليه. رقم واحد يقول لك ثالث دول العالم في إنتاج السكر. ثالث دول العالم في إنتاج، طبعا ثالث دول العالم كما هو موضح الرقم هي دولة هنا السكر بينتج في البرازيل والهند والصين. وبالتالي من هنا هنلاقي ان الصين هي الثالث في انتاج السكر. طب قصب السكر نفسه بينتج فين؟ بينتج في دولة البرازيل، لان السكر او قصب السكر بيحتاج الى تربة خصبة وحرارة مرتفعة، وده طبعا مش موجود غير في المناطق المدائية، عشان كده بيزرع في معظم قارات العالم ما عدا قارة أوروبا. طيب النقطة الثانية، تاني قارات العالم في إنتاج أو في زراعة البنجر، وده بديل لقصب السكر في إنتاج السكر، وهنلاقي ده بيزرع في أمريكا الشمالية. طب مين القارة الأولى في زراعته؟ أوروبا، لأن أوروبا ما عندهاش زراعة القصب فبتعتمد على البنجر في إنتاج السكر. تمام. ثاني دول العالم في إنتاج منتجة لنقطة نوع الزراعة السائدة في المنطقة. ثلاثة، احنا عارفين ان الزراعة عندنا زي ما احنا خدنا نوعين اساسيين، زراعة بسيطة وزراعة متقدمة او علمية. الزراعة البسيطة دي هنلاقيها ان هي قد مارسها الانسان في البداية، لان الانسان طبعا كان بيسعى الى سد احتياجاته. ومن هنا نجد ان هذا النوع من الزراعة هو الموجود في المناطق الحارة، فنوع الزراعة هنا بيكون زراعة بسيطة. ثاني دول منتجة للقمح، طبعا القمح عارفين ان بينتج في الصين بكثرة، ولكن ثاني الدول انتاجا للقمح هي دولة الهند، والقمح بيمثل غذاء رئيسي لمعظم شعوب العالم. عايز يدخل في صناعة الخبز والمكرونة وغيرها من الأشياء التي يدخل في صناعة القمح. نوع الراعي السائد، عندنا الراعي منه نوعين. تمام، راعي تقليدي وراعي تجاري. الراعي التقليدي بيسود في المناطق الصحراوية، والراعي التجاري بيسود في مناطق. هذا النوع من الراعي اللي بيشير إلى رقم خمسة هو الراعي التقليدي، حيث صحراء القارة الأفريقية في شمال أفريقيا. ستة، أولى دول العالم في إنتاج الصوف. هنلاقي إن أولى الدول في إنتاج الصوف هي دولة أستراليا، وذلك لوجود حيوان شهير يعرف باسم حيوان المريء، وده مشهور بغزارة الأصوات في أسطوره. طب ننتقل لخريطة أخرى. الخريطة برضو هي خريطة العالم، لكن هنا طالب بعض الأشكال والأشياء المختلفة مثل الهضاب والجبال والأقاليم والسلالة والمحيط. رقم واحد، يوجد وسط الهند وهي هضبة التبت، دي أعلى هضاب العالم وبيسموها بسقف العالم لارتفاع عن قمم الجبال. اثنين، جبال طبعا في أمريكا الجنوبية، سلسلة جبال في الغرب بتشغل الغرب من الشمال إلى الجنوب ويغطي قمتها الجليد، ودي سلسلة جبال الإنديز. هذه الجبال نتيجة اقترابها من سواحل المحيط الهادي أدى ذلك إلى ضيق السواحل المطلة في غرب
أمريكا الجنوبية على المحيط الهادي. ثلاثة إقليم مناخي، طبعا عارفين الأقاليم المناخية متعددة، منها أول الإقليم اللي معانا رقم ثلاثة في شمال قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ده إقليم التندرا، ده بيتميز بصيفه القصير وشتاءه الطويل شديد البرودة، وبتسقط فيه بعض السلالة، ودي نوع من السلالة. احنا عارفين عندنا ثلاث أنواع من السلالات، سلالة زنجية ودي بتشغل معظم قارة أفريقيا، سلالة وقازية ودي بتمثل نصف سكان العالم وتنتشر في كل العالم، سلالة مغولية ودي بتوجد في قارة آسيا في شرق وجنوب شرق آسيا كما في الصين كوريا الهند وغيرها. المحيط رقم خمسة هو المحيط الأطلنطي، طبعا عارفين ان عندنا خمس محيطات، المحيط الهادي وده اكبر المحيطات، الاطلنطي يقع بين قارتي امريكا الشماليه والجنوبيه وافريقيا واوروبا، المحيط الهندي ومحيط القطب الشمالي والمحيط القطبي الجنوبي. ننتقل لشكل اخر من الخرائط، يقول لك امامك خريطه صماء لقارتي امريكا الشماليه والجنوبيه، و وضح مدلول الأرقام أو اكتب مدلول الأرقام. رقم واحد هنا بيشير إلى البحر الكاريبي، وهو البحر الذي يقع في شمال أمريكا الجنوبية وجنوب أمريكا الشمالية ويفصل بينهما، وذلك بين القارتين. إقليم مناخي، طبعا المنطقة المظللة في أمريكا الجنوبية بتشير إلى إقليم المداري، وده بيتميز بصيف حار ممطر وتنمو فيه غابات مدارية كما تنمو به حشائش السافانا التي تتميز بالتدرج في الطول حسب كمية الأمطار. هضبة في أقصى الجنوب أمريكا الجنوبية دي هضبة باتاجونيا، واحنا عارفين إن قارة أمريكا الجنوبية بها ثلاث قارات هضاب، هضبة جيانا في الشمال، هضبة البرازيل وأكبر هضاب القارة تقع في وسط وشرق القارة، وفي الجنوب هضبة باتاجونيا وهي أصغر هضاب القارة. رقم أربعة يشير إلى غابة أو إقليم، غابات أو إقليم هنا الغابات الصنوبرية أو يقال عليها المخروطية. لو إقليم هيكون الإقليم اللورنسي أو المعتدل البارد شرق القارة. خمسة المحيط اللي في الشمال فوق خالص وهو المحيط القطبي الشمالي. نيجي لخريطة الهند، ودي طبعا كانت في خرائط الترم الثاني، منهج الترم الثاني طالب مني خليج، طبعا خليج رقم واحد اللي بيحد الهند من جنوب الشرقي الشرق ده خليج البنغال، اما عن العاصمة السياسية فهي نيو دلهي، ودي عاصمة الهند الأساسية أو السياسية والعاصمة الرئيسية ومن أهم المدن في الهند. رقم ثلاثة طبعا واحدة من أهم هضاب الهند وهي هضبة الدكن تقع في وسط الهند. أربعة جبال الهيمالايا تقع في الشمال وهي أكبر هضاب قارة آسيا وبها أعلى قمة جبال في العالم وهي قمة إيفرست. أربعة البحر العربي أو الخليج العربي بيقع في الغرب. ستة بيحد دولة باكستان من شمال الغربي دولة باكستان. ده طبعا بالنسبة لي أهم واحد من أهم النقط الرئيسية حاليا في معظم الامتحانات هي الرسوم البيانية. يقول لك أمامك رسم بياني أو شكل بياني لأهم الدول المنتجة لقصب السكر في العالم. في ضوء دراستك للشكل البياني حدد شروط زراعة قصب السكر. طيب إيه هي أهم الشروط اللي بيحتاجها قصب السكر في زراعته؟ يحتاج قصب السكر في زراعته إلى مياه عذبة كبيرة وأرض خصبة وحرارة مرتفعة وجو مشمس طوال العام، لذلك يزرع في
كل دول العالم وقارات العالم ما عدا قارة أوروبا. حدد رابع الدول من حيث الإنتاج. طبعا الرسم البياني قدامنا بيشير إلى رابع دولة وهي تايلاند. ثلاثة، بما تفسر عدم قيام زراعة قصب السكر في أوروبا. لسه قايلين من شوية مع بعض إن قصب السكر لا يتم زراعته في أوروبا لعدم ملائمة الظروف المناخية من حرارة وتربة جيدة وتحديدا الحرارة، وذلك لا تقوم زراعة القصب في أوروبا لعدم ملائمة الظروف المناخية. أما أولى الدول المنتجة للسكر وهي نفسها برضو هي المنتجة للقصب السكر وهي البرازيل. بعد ذلك نقطة أخرى، السؤال بيقول انسب كل خاصية جغرافية مما يأتي إلى الإقليم المناخي. جايب لي خواص لأقاليم معينة بيقول لي انسبها للإقليم اللي بتتميز بيه. يظهر في جميع القارات، هنا الكلام على الإقليم المناخي، وتنمو به أشجار الزيتون. إيه الإقليم اللي بيظهر في كل القارات وبتظهر فيه أشجار الزيتون؟ طبعا ده إقليم البحر المتوسط. ده إقليم بيتميز بحرارة مرتفع صيفا ومعتدل شتاء مع سقوط بعض الامطار في فصل الشتاء، وبتنمو فيه حشائش الستيبس وهي مراعي طبيعيه تستخدم في رعايه الاغنام والماعز، وبتنمو فيه اشجار مثل اشجار الزيتون وغيرها. تميز بصيف قصير وشتاء طويل شديد البروده. طبعا لسه قايلين واحنا بنحل الخريطه مع بعض، ده اقليم التندرا وده اقليم ثلجي. طبعا صيفه قصير تمام وشتاءه طويل شديد البرودة بتسقط فيه الثلوج مع نمو بعض الطحالب سريعة في فصل ذوبان الجليد أو في الصيف القصير، وبيعيش فيه حيوان الرنة أو الكاريبو. يعيش به حيوان الدب القطبي. الدب القطبي بيعيش في الإقليم المعتدل شرق القارات تمام، وده طبعا لوجود فرق كثير بالدب القطبي ويتحمل البرود. الى اي من الاقسام التضاريسيه تنتمي كل ظاهره جغرافيه وفي اي قاره؟ طبعا جايب لي بعض الظواهر مثل صحراء كالاهاري. طبعا صحراء كالاهاري بتنتمي الى السهول الصحراويه وتقع في قارة أفريقيا. إلى جانب صحراء كالاهاري في أفريقيا توجد سهول صحراوية مثل سهل كالونشو في ليبيا، ويمتد في مصر ويعرف باسم بحر الرمال العظيم. طيب منشوريا ده أحد السهول البيضية في قارة آسيا ووقع في الشرق، وطبعا سهل فيضي إذا له أهمية كبيرة حيث يستخدم في قيام الزراعة وتركز السكان. أما الأبلاش فهي عبارة عن سلسلة جبال تقع في شرق أمريكا الشمالية، وبالتالي هناك سلسلة أخرى في الغرب تعرف باسم سلسلة جبال روكي. ننتقل إلى سؤال آخر. سؤال الآن هو سؤال بما تفسر انتماش مساحة الحشائش ب السهول الساحلية في ألمانيا. طبعا حشائش في ألمانيا بتنكمش فيه تحديدا في السهول الساحلية، وذلك بسبب قيام الإنسان بأن بدأ يحل محلها الزراعة أو يقوم الإنسان بعملية التوسع العمراني. يبقى إذن إيه أسباب انكماش مساحة الحشائش؟ تنكمش مساحة الحشائش بسبب توسع العمراني ويحل محلها الزراعة. قلة عدد سكان نيجيريا في دلتا النيجر تمام. ايه اللي بيخلي السكان بيقلوا في دلتا النيجر؟ طبعا بسبب الظروف المناخية القاسية وانتشار طبعا الامراض والاوبئة بسبب ارتفاع الحرارة في جنوب نيجيريا بسبب وقوعها في المنطقة الاستوائية، وبالتالي رغم ان دلتا النيجر دلتا فيضية لكن بيقل فيها عدد
السكان للظروف المناخية القاسية وارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأمراض. بما تفسر يزرع قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا أوروبا. طبعا كرر السؤال معانا أكثر من مرة، قلنا لعدم ملائمة الظروف المناخية في أوروبا لزراعة قصب السكر، أو لعدم توفر شروط زراعة قصب السكر في أوروبا، وتقوم أوروبا بزراعة البنجر بديلا له. طيب، بما تفسر توسع العالم في استخدام الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة الأخرى، نجد إن في الوقت الحاضر بدأ العالم يتوسع بشكل كبير في استخدام الغاز الطبيعي. طب ليه بدأنا نتوسع في الاستخدام؟ قال لك بدأ التوسع في استخدام الغاز ده يرجع إلى طبعا إن الغاز الطبيعي سهل النقل، رخيص الثمن، غير ملوث للبيئة، وبالتالي بدأ الإنسان يعتمد عليه بشكل أساسي، سواء في إدارة السيارات أو المنازل وغيرها. وبالتالي بدأ العالم الاعتماد على الغاز، لأنه طبعا زي ما قلنا سهل النقل، رخيص الثمن، غير ملوث للبيئة. طيب، في أي الدول تقع هذه المدن وما شهرت كل منها؟ طبعا المدن، مدينة زي مدينة برازيليا تقع في دولة البرازيل، وهي أحد دول أمريكا الجنوبية. وتم إنشاء برازيليا حديثا، وذلك لإعادة تعمير هضبة البرازيل وإعادة توزيع السكان مرة أخرى، لأن احنا عارفين إن البرازيل مساحتها كبيرة ويتركز السكان في مناطق قليلة، وبالتالي بدأت البرازيل تعمل على إعادة توزيع السكان، فبدأت تنشأ مدن من أهمها مدينة برازيل ميونخ، ودي عاصمة إقليم بافاريا، وتقع في الجنوب من دولة ألمانيا، وتوجد بها الكثير من المصانع والشركات العالمية. يدلي للسائقين مع بعض أثناء تواجدنا في حل الخرائط، الهند قلنا دي العاصمة السياسية للهند، وبها كثير من مراكز الصناعة وغيرها. نكمل مع بعض بما تفسر. تميز دول الخليج بالدخل الاقتصادي المرتفع. طبعا عارفين ان دول العالم منقسمة حسب الدخل الى مجموعة فئات: دول ذات دخل مرتفع، دول متوسطة الدخل، دول اقل من المتوسط، دول منخفضة الدخل. اتفقنا مع بعض ببساطة ان الدول المرتفعة الدخل هي الدول الصناعية او التي تعتمد على الصناعة. طيب، هل دول الخليج ايضا بتعتمد على الصناعة؟ نعم، تعتمد على الصناعة الاستخراجية. ايه الصناعة الاستخراجية ديت؟ اللي هي صناعة استخراج البترول ومصادر الطاقة من باطن الارض، لذلك بدأت ترتفع فيها الدخل، واصبحت دول الخليج نتيجة الاعتماد على استخراج البترول دول ذات دخل اقتصادي مرتفع. بما تفسر تحرم المرأة من التعليم في بعض الدول. طبعا تحرم المرأة من التعليم في بعض الدول نتيجة أو بسبب بعض العادات والتقاليد الخاطئة لتعليم الإناث، مثل الزواج المبكر واقتصار تعليمهم في بعض الدول مثل الهند على تعليمها على أخوها أو أبيها، وبالتالي بدأت من هنا تحرم بعض الدول تعليم الإناث نتيجة العادات والتقاليد الخاطئة أو السلبية مثل الزواج المبكر، لتفضيل الزواج المبكر. بما تفسر تنوع الحياة النباتية بإقليم المناخ الجبلي. طبعا احنا عارفين ان إقليم المناخ الجبلي يوجد فوق قمة، طبعا قلنا تنوع فيه الحياة النباتية تبعا أربعة: بما تفسر تركز السكان بالساحل الشمال الشرقي بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بتتركز السكان في بصفة عامة، بتتركز السكان في ثلاث مناطق رئيسية:
المدن الكبرى، السهول الفيضية، السهول الساحلية. طيب ليه بيتركز السكان في الساحل الشمالي الشرقي بقى تحديدا بالولايات المتحدة؟ طبعا ده بسبب كثرة الموارد الطبيعية الضخمة ووجود المدن الكبرى مثل مدينة نيويورك وغيرها من المدن، إلى جانب توافر فرص العمل. ننتقل إلى سؤال آخر، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. يكاد يتلامس اليابس الإفريقي مع اليابس الأوروبي عند مضيق نقط البسفور، برينج، باب المندب، جبل طارق. طبعا لما نيجي نبص على خريطة العالم هنلاقي إن أفريقيا تقترب من أوروبا، أو يابس قارة أفريقيا يقترب مع يابس قارة أوروبا من خلال مضيق جبل طارق، وده اللي بيصل بين المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط، وبالتالي يصل أفريقيا بأوروبا. تخلو قارة نقط من إقليم المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. طبعا لما نيجي نبص على الإقليم الاستوائي هنلاقيه بيمتد ثلاث قارات رئيسية، أمريكا الجنوبية في حوض الأمازون، في أفريقيا في حوض الكونغو، في آسيا في جزر أندونيسيا. طيب إيه القارة من ثلاثة اللي بيخلو فيها الإقليم الاستوائي؟ طبعا أوروبا، لأن أوروبا تقع في أقصى الشمال وبالتالي لا يمتد بها الإقليم الاستوائي. من أقسام السلالة القوقازية، طبعا عارفين إن كل سلالة بتنقسم إلى أقسام، ومن أقسامنا عندنا السلالة القوقازية فيها مجموعة البحر المتوسط والمجموعة القلبية وأيضا المجموعة النوردية. أما البانتو فهي من سلالة زنجية، الإسكيمو سلالة مغولية، البوشمان أيضا سلالة زنجية. تختلف الدول المتقدمة عن الدول النورديه في هل في ارتفاع المواليد والوفيات؟ طبعا لا، لأن احنا عارفين إن الدول المتقدمة بتقل بيها المواليد. هل ارتفاع المواليد وانخفاض الوفيات؟ طبعا لا، انخفاض المواليد وارتفاع الوفيات برضو لا. يبقى اذا المتبقي عندنا هو انخفاض بصفة عامة معدل المواليد مع معدل الوفيات، وبكده نجد احنا عارفين ان الدول النامية بيزيد فيها معدل المواليد بيقل الوفيات. في الدول المتقدمة بشكل عام تمام هنلاقي ان بيزيد تساوى تقريبا معدل المواليد مع معدل الوفيات، او بنقول عليهم بينخفضوا معا، يعني النسبه قريبه من بعضها. ننتقل الى سؤال اخر بيقول ما النتائج المترتبه على احتكار الهند للبترول ومصادر الطاقه الاخرى؟ طبعا احتكار الهند للبترول ادى الى اعتماد الهند على مصادر طاقه اخرى مثل الفحم، لان انا ما عنديش البترول اكيد هيخليني اعتمد على مصادر طاقه اخرى. عندنا مصادر الطاقه بقى متعدده، سواء الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح والامواج، عندنا طاقه غير متجدده زي الفحم وبترول وغاز الطبيعي. طب هي بتفتقر للبترول، يبقى اذا بتعتمد على مصدر اخر مصادر الطاقه، وهو ما انك وفرت المراعي الطبيعيه في البرازيل. طبعا وفرت المراعي الطبيعيه في البرازيل ادى ذلك الى ان البرازيل اصبحت من الدول الكبرى في الرعي وانتاج الثروه وامتلاكها لثروه حيوانيه كبيره، من اكثر الدول تصديرا للحوم في العالم. ما النتائج المترتبه على كثره التلال والينابيع المائيه بالمرتفعات الوسطى في المانيا؟ التلال والينابيع المائية في المرتفعات الوسطى المانيا ادى الى جذب السياح، ادى الى ايه؟ جذب السياح للاستمتاع بالمناخ والجو والمناظر الطبيعية الموجودة في المرتفعات الوسطى. ما النتائج المترتبة على اتساع مساحة الولايات المتحدة وتنوع تضاريسها؟ طبعا ارتفاع تنوع التضاريس مع اتساع المساحة أدى ذلك إلى تنوع المناخ وأيضا تنوع الثروة الطبيعية والنباتية في الولايات المتحدة.
5 من النتائج المترتبة على وفرة الموارد الطبيعية وتنوعها بالولايات المتحدة، لسه مجاوبين عليها، مع وفرة الموارد الطبيعية وتنوعها أدى إلى أصبحت الولايات المتحدة طبعا واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم، وهي تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث الإنتاج الصناعي وقيام العديد من الصناعات. 6 صغر المساحات المزروعة في مناطق الزراعة الكثيفة، نتيجته إيه؟ طبعا صغر المساحات أدى إلى صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية الحديثة. 7 ما نتيجة استخدام الطرق العلمية والآلات في الزراعة التجارية والعلمية، طبعا مع استخدامنا للآلات والطرق العلمية أدى ذلك لحاجتين مهمين، أول حاجة قلة التكاليف، ثاني حاجة زيادة الإنتاج. 8 عدم وقوع أوروبا في نطاق المناخ المداري بالنسبة للزراعة، طبعا عدم وقوعها في المناخ المداري ده كان ليه نتيجة مهمة، وهي صعوبة قيام زراعة قصب السكر أو بصفة عامة المحاصيل التي تحتاج إلى حرارة. 9 أثر التخصص والتقدم العلمي على الراعي التجاري في العالم، أدى ذلك إلى إنتاج كمية كبيرة من الألبان واللحوم والاعتماد في التربية على نوع واحد من الحيوانات بهدف الإنتاج التجاري الضخم من الألبان واللحوم. 10 ما نتيجة زيادة الطلب على البترول، كلما زاد الطلب على البترول أدى ذلك إلى ارتفاع أسعاره. 11 قيام الوحدة الاقتصادية الأوروبية، مع قيام الوحدة الأوروبية نتج عنها التكامل في الجوانب الاقتصادية وحماية ودعم الصناعة جمركيا، وده نتيجة الوحدة الاقتصادية في أوروبا. ننتقل إلى نقطة أخرى من الأسئلة مع سؤال ماذا يحدث؟ سؤال ماذا يحدث بيكون دائما عكس النتيجة. ماذا يحدث إذا لم تتمتع سواحل أوروبا بتعرجاتها؟ طبعا احنا عارفين إن أوروبا بتتميز بكثرة تعرج سواحلها، ونتج عن ذلك قيام المواني الطبيعية. طب لو هي ما فيهاش تعرج، لا نتيجته إيه أو هيحدث إيه؟ أدى ذلك إلى صعوبة نشأة المواني الطبيعية. 2 ماذا يحدث إذا لم ينتشر الإنسان في قارات العالم ويستقر في بيئات مختلفة؟ طبعا إذا لم ينتشر الإنسان في العالم ينتج عن ذلك إيه أو يحدث إيه؟ لم تنشأ السلالات البشرية، ولم يوجد التنوع في السلالات البشرية الموجود حاليا، ولم يمارس الإنسان الأنشطة المختلفة وقيام الزراعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. ماذا يحدث إذا قل نسبة صغار السن في الدول النامية؟ يؤدي ذلك إلى قلة تحمل الدولة ميزانية ضخمة، لأن طبعا كلما زاد نسبة صغار السن يؤدي ذلك إلى تحمل الدول ميزانية وتكاليف ضخمة لتوفر الطعام والشراب والملبس والتعليم وغيرها. ننتقل إلى جزئية أخرى من الأسئلة، أي المناطق التالية تركز أو يقل بها السكان ولماذا؟ هناك مجموعة مناطق بيقول لك هي إيه المناطق اللي فيها بيتركز السكان وإيه المناطق اللي بيقل فيها السكان. طيب وإيه السبب؟ بيقول سيبيريا، جزر جاوة أو جزيرة جاوة، المناطق الاستوائية شرق أستراليا. نمسك سهول سيبيريا، هنلاقي إن سهول سيبيريا واحدة من المناطق اللي بيقل فيها السكان، وذلك بسبب شدة البرودة. أما جزيرة جاوة فواحدة من أهم مناطق العالم المزدحمة في السكان، وذلك لخصوبة الطرق. المنطقة الثالثة وهي المناطق الاستوائية، طبعا عارفين المناطق الاستوائية بيقل فيها
السكان وذلك لارتفاع الحرارة وانتشار الأمراض وكثرة الغابات الاستوائية. شرق أستراليا من مناطق تركز السكان وذلك بسبب وجود المدن الكبرى والمناطق السهول الفيضية فيه. السؤال الرابع، اكتب المصطلح الجغرافي كل عبارة يقصد بها زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد لإجلاء حاجة السكان المحليين من الغذاء. طيب زراعة الأرض وأكثر من مرة، يبقى دي على طول زراعة إيه؟ زراعة كثيفة، لأن إحنا الزراعة الكثيفة قلنا هي اللي بيتم زراعة الأرض فيها أكثر من مرة وبأكثر من محصول بهدف إشباع حاجة السكان المحلي. يعتبر الخام الرئيسي لمعدن الألمنيوم، قلنا الألمنيوم المادة الرئيسية لإنتاجه هي البوكسيت. ثلاثة، نوع من أنواع الرعي يوجد في مناطق الحشائش القصيرة البراري. طبعا طالما في مناطق الحشائش يبقى ده الرعي التجاري. صوب ما تحته خط، تعد قارة أوروبا أولى قارات العالم في إنتاج القمح. خطأ، قارة آسيا. يكسو الجليد جبال نقط في ألمانيا، جبال الألب بدل البرانس، وتنمو بها على محاضرتها الغابات النضدية. ثلاثة، تقع الأطراف الجنوبية لنيجيريا في نطاق المناخ المداري، بدلا من المداري هيكون طبعا الاستوائي حيث الأمطار طوال العام. نروح للسؤال الخامس، لمن تنسب الأعمال؟ وكده بدأنا مع بعض التاريخ وخلصنا الجغرافيا. أجبرته القوات الاحتلال البريطانية على تعيين مصطفى النحاس. طبعا بريطانيا أجبرت الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة، وده كان في حادثة 4 فبراير 1942 لما بدأت الحرب العالمية الثانية. لمن تنسب الأعمال؟ قام بإنشاء مجلس المشورة، ده كان محمد علي، ده كان أحد المجالس التي أنشأها محمد علي لكي تساعده في السيطرة على البلاد. طبعا مجلس المشورة كان أحد المجالس السورية، يعني ما كانش ليه أي صوت. قدم مبادرة عرفت باسم الوقف حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل، ده كانت مبادرة عرفت بمبادرة روجرز، وده كان أثناء حرب الاستنزاف اللي نجحت فيها مصر في إنشاء حائط صواريخ مضاد للطائرات على الجبهة المصرية أو قناة السويس. وضع خطة لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف. سعد الدين، انتقل إلى سؤال آخر، ما النتائج المترتبة على اجتماع وزراء النفط العرب في الكويت أثناء حرب أكتوبر 73؟ طبعا نتج عن الاجتماع في الكويت منع تصدير البترول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حينما طلب رئيس أمريكا مساعدات عاجلة لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر. ما النتائج المترتبة على هزيمة العرب في حرب فلسطين 48؟ أدى ذلك لعدة نتائج كانت لها نتائج قريبة المدى ونتائج بعيدة المدى. نتيجة الهزيمة أدى إلى احتلال إسرائيل لفلسطين ما عدا قطاع غزة تحت الإدارة المصرية والضفة الغربية تحت إدارة الأردن. ده بما يخص فلسطين. فيما يخص مصر، كانت هذه الهزيمة سببا في إنشاء حركة الضباط الأحرار وقيام ثورة 23 يوليو 1952. معركة رأس العش نتج عنها هزيمة القوات الإسرائيلية، وذلك حينما حاولت إسرائيل العبور إلى بور فؤاد. ما نتائج مرجوع مصر إلى محكمة العدل الدولية في قضية طابة؟ طبعا بعد نهاية حرب أكتوبر وحكمت مصر للتحكيم الدولي، وكان أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكم بحقية مصر في طابة، واستردت طابة سنة 1982، ده كان استردينا سيناء، وبعد كده استردينا طابة 88 بعد التحكيم. أكمل العبارات الآتية أو أكمل ما يأتي، أذيع البيان الأول للثورة باسم اللواء محمد نجيب وكان بصوت محمد أنور السلام.
عقد مؤتمر نقط على أساس الأرض مقابل السلام سنة 1991، طبعا ده كان مؤتمر مدريد وشاركت مصر فيه بقوة، وده كان نتج عنه حدوث تفاوض بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. أعطى الرئيس السادات إشارة بدء الحرب، وذلك بعدما أدرك رفض إسرائيل التام لكل نداءات السلام، فاتخذ السادات قرار بإعلان الحرب في 3 أيب بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة. طبعا سؤال أيد من الأسئلة المهمة، ويكون عايز دليل على الحدث. اتهمت منظمة اليونسكو العالمية بدور كبير في الحالات الثقافية لمصر، طبعا دليل على ذلك أن تم إحياء معبد أبو سمبل ومكتبة الإسكندرية وإنقاذهم سواء من الغرق وإحياء مكتبة الإسكندرية مرة أخرى. 2 تميزت الفترة من 81 وحتى الآن بدعم وتدعيم مكانة المرأة المصرية، الدليل على ذلك حصول المرأة على كامل حقوقها وأصبحت قاضية ووزيرة وأيضا حصولها على مناصب في مجلس الشعب أو مجلس النواب وغيرها، وأصبحت أيضا مأذونة وعمدة وغيرها. للسد العالي أهمية كبيرة ونتائج عظيمة، طبعا دليل على كده حماية مصر من خطر الفيضان وتوليد الكهرباء. لتحقيق السلام وحل الصراع العربي الإسرائيلي مزايا عديدة، هو بيقول لك يكتفي باثنين بس من الأدلة، دليل على ذلك طبعا 1 دفع عجلة التنمية الاقتصادية، تنشيط السياحة، قيام بإحياء البنية التحتية سواء لمصر والعرب وغيره. اكتب كلمة صح وكلمة الريحانة، أول مجلة نسائية ظهرت في مصر، طبعا العبارة الصحيحة، وظهرت على يد جميلة. قام اليهود في فلسطين 1917 بارتكاب أبشع المذابح مثل مذبحة يافا، العبارة خاطئة. مجانية التعليم من إنجازات الثورة 23 يوليو 1900 مش 1800 في مجال الاقتصادي، طبعا خطأ. طبعا مجانية التعليم من إنجازات الثورة ولكن في المجال الاجتماعي وليس الاقتصادي. من أسباب ثورة 25 يناير 2011 تدهور الأوضاع الاقتصادية، طبعا أي ثورة تاريخ كان من سببها تدهور الأوضاع. بعد ذلك اختر الإجابة صحيحة من بين القوسين، ساهمت مصر في تشكيل حركة عدم الانحياز وفق مؤتمر باندونج، وده كان في اندونيسيا مع كل من الهند والأردن. امتنعت نقط عن التصويت في مشروع تقسيم فلسطين، طبعا مدبرة الامر وهي بريطانيا هي التي امتنعت عن مشروع تقسيم. طبعا الاتيات الوطنية المهمة، الصورة المقبلة زعيم وطني قام بعمل معاهدة مع الكونغرس، من هذا الزعيم؟ طبعا الزعيم ده هو مصطفى النحاس، واسم المعاهدة كانت معاهدة 1936. توضح علاقته بحادثة 4 فبراير 42، قلنا أجبرت بريطانيا الملك فاروق على تعيينه رئيسا للوزارة والحكومة المصرية، ذلك عام 1942 من أجل إعلان قيام الحرب على دول المغرب. لمن تنسب الأعمال؟ قائد مملوكي هرب بعد معركة إمبابة إلى الصعيد، طبعا عارفين إن كان في مصر في الوقت دوت من إبراهيم بيك ومراد بيك، هرب إبراهيم بيك إلى الصعيد ومراد ومعه الوالي العثماني إلى بلاد الشام. اقترح على العلماء تعيين خورشيد وليا على مصر، طبعا بعدما ظهر بالانضمام الى الزعماء الشعبيين طلع عليهم خورشيد باشا، وده كان محمد علي، حتى لا يظهر امامهم بانه طمع في السلطه، ولذلك كسب تأييد الشعب، ثم جاءته السلطه من الشعب سنه 1805. قام بتطهير ترعه المحموديه اسماعيل باشا لتفي بحاجه الري. رئيس الوزاره المسؤول التي بها وزيران أجنبيان، ده كان في عهد
إسماعيل باشا لما تم تعيين وزارة مسؤولة كانت بقيادة زيور باشا، من تنسب الأعمال. أيضا أنشأ مجلس شورى النواب في مصر، شورى النواب ده كان خديوي إسماعيل، ده كان بداية الرياضية في مصر. حصلت على منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب آمال عثمان. طلبت إنجلترا تعيينه رئيسا للحكومة المصرية 42 مصطفى النحاس. قاد خطة الخداع لصرف أنظار إسرائيل للتجهيزات الهجومية لحرب أكتوبر، المشير أحمد إسماعيل. آخر ملك حكم مصر بصورة فعلية الملك فاروق. رئيس المحكمة الدستورية تسلم السلطة، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا تسلم السلطة في مصر عام 2013 المستشار عدلي سور. اكتب ما إليه كل عبارة. نظام طبقاته الدولة العثمانية في مصر في الزراعة، يجعل الأرض ملكا للدولة ويتم تكليف الفلاح بزراعتها. طبعا ده كان نظام أو حق عارف باسم حق الإنتاع، وتبدل بعد ذلك بنظام الالتزام. إمارة مملوكية تقع على حدود الدولة العثمانية بإدارة سليم الأول بالاستيلاء عليها، ده كانت إمارة ذي القطر. من أهم الكتب التاريخية التي قامت علماء الحملة بتأليفها كان كتاب يسمى كتاب وصف مصر، ونظام تقوم فيه الدولة بتحديد نوع الغلات ونوع المحاصيل والصناعات وغيرها، ده كان نظام الاحتكار، وده اللي طبقه محمد علي. صحيفة أصدرها محمد علي دي كانت صحيفة الوقائع المصرية، ودي كانت أول صحيفة رسمية في مصر. معركة تحطم فيها الأسطول المصري سنة 1827 كانت موقعة نيفاريان أو نيفارين في اليونان، وكانت أثناء حروب محمد علي في اليمن. ننتقل إلى سؤال آخر من الأسئلة، هو سؤال ما النتائج المترتبة على استيلاء العثمانيين على أراضي الدولة المملوكية؟ أدى ذلك إلى واحد، إعلان سليم الأول نفسه قائدا أو ملكا للحرمين الشريفين، تحولت مصر من دولة إلى مجرد ولاية، إعلان سليم الحامي للحرمين الشريفين وسيطرته على العالم الإسلامي في الاتجاهين الآسيوي والأفريقي. معادلة عريش يناير 1800 نتج عنها طبعا قلنا فشلت المعاهدة بسبب رفض إنجلترا خروج الحملة الفرنسية، وطلبت باستسلام كليبر ورجاله فأسرى لي الحرب. إنشاء المحاكم المختلطة نتج عنها مزيد من التدخل الأجنبي في شؤون القضاء المصري، وأيضا أصبحت لا تؤدي إلى تنازل المصريين عن حقوق. حادثة 4 فبراير 42 أدت إلى قيام الملك فاروق بتعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة، وأثبتت أن معاهدة 36 لم تعطي مصر استقلالا حقيقيا. إلغاء مصطفى النحاس لمعاهدة 36 نتج عن ذلك إطلاق النضال المسلح ضد القوات البرية في كافة أنحاء مصر، وأدى ذلك أيضا إلى إعلان إنجلترا محاصرة لمبنى محافظة الإسماعيلية وجود حادثة شهداء أو كثير من الضباط الشهداء، وعرف بعيد الشرطة، وكان بعد ذلك حريق القاهرة. لجنة التحقيق الأوروبية نتج عنها تنازل إسماعيل عن سلطته وعن أملاكه وأطياره. دستور 23 نتج عنه تحديد حقوق وواجبات كل فرد، وإنشاء مجلس نواب، وقيام أول حكومة دستورية سنة 1923، وأن الشعب مصدر السلطة. دلل تاريخيا يعتبر يوم 25 يناير من كل عام يوم معهم في تاريخ الشرطة، دليل على كده وجود طبعا عدد كبير من الشهداء نتيجة لقيام انجلترا بقتل عدد كبير من ضباط الشرطة في محافظة الإسماعيلية. تغيرت العلاقة بين مصر وبريطانيا عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية، دليل على كده محاصرتها لقصر عابدين وإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة.
أكدت ثورة 19 على الوحدة الوطنية بين أبناء الأمة. دليل على ذلك هو مشاركة كل فئات الشعب المصري، رجال ونساء ومسلمون ومسيحيون في المظاهرة، مما أدى على يدل على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب. مرت العلاقة بين محمد علي والسلطان بمراحل. دليل على ذلك وجود محمد علي قضاها برغبة من السلطان العثماني وحرب الجزيرة العربية واليونان، وحروب قضاها محمد علي من أجل الاستقلال في حرب دان وحرب الشام. رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم إلى الحديث: حفر قلعة الإبراهيمية، حديث بن سوي، حركة علي بيك الكبير، تل جميل. هنبدأ بأول حاجة حركة علي بيك الكبير، بعدها حفر قلعة الإبراهيمية، بعدها معركة تل الكبير، حادثة دونشوي. ما مدى مصداقية العبارة الآتية: نجحت مظاهرة عابدين في عزل عثمان رفق. العبارة طبعا صادقة، والدليل على ذلك هو تنفيذ الخديوي توفيق لمطالب الثورة بعزل عثمان رفقي وتعيين شريف باشا. تخلت فرنسا عن تأييد مصطفى كامل بعد اتفاق الودي، العبارة صادقة، والدليل على ذلك تخلي فرنسا عن تأييد مصطفى كامل بعدها ما حصلت على إطلاق يديها في مراكش وبريطانيا يديها في مصر، وبالتالي حصلت بريطانيا على مصر دون التدخل من فرنسا، وبالتالي تخلت فرنسا، وبدأ جاء مصطفى كامل إلى من أجل تعريف الرأي العام بما تفعله بريطانيا في مصر، وكان النتيجة لذلك عزل لورد كورنوال. وفي نهاية القصة أتمنى يكون رجعة كانت شاملة وأدت المطلوب.